بتخش من الباب عشان تهجم. اوعى تسمع الحكاية وانت لوحدك. اخرج منها بدل ما احرقها. وقبل ما افكر في اي حاجة خبط على دماغي وقعتني على الارض. ما بقيتش شايف ولا حاسس بحاجة. ومش هتصدقوا لما فقت شفت ايه. لما فقت لقيت نفسي جوه دايرة الشمع الاسود اللي مرسوم فيها نجمة حماسية. معرفتش ايه اللي جابني هنا، لكن لما ركزت شوية افتكرت كل حاجة حصلت، وعرفت ان الشيطان جابني هنا بمساعدة طاير اللي انا معرفش علاقته ايه بالشيطان. قمت من مكاني وانا جسمي كله مكسر، وهنا بدأت اشم ريحة عفن شديدة قوي. قررت ان اعرف الريحة دي جاية منين، ومشيت فعلا وراها. لقيت جثث اطفال صغيرة، واكترهم كانوا بنات. نزلت جري من الخوف من اللي شفته في الكهف، ولقيت كل الناس بتجري مني، وعمالين يقولوا الميت رجع، وانا مش فاهم حاجة ومش عارف مين الميت ده. لقيت نفسي بجري معاهم، وانا بجري فجأة حد خبطني على دماغي، وقعت من طولي. ولما فقت لقيت نفسي واقف قدام شيخ عنده دقن بيضة ووشه سمح، وقال لي الحمد لله على السلامة يا ابني. قلت له الله يسلمك يا شيخ، بس هو انت مين؟ قال لي المفروض انا اللي اسألك، انت اللي غريب عن البلد دي. قلت له انا مش غريب، انا من البلد دي، وامي خدتني وانا صغير وهربت من هنا. قال لي اوعى تكون انت اللي في بالي، انت سعدون المحمدي؟ قلت له ايوه انا سعدون. قال لي لا اله الا الله، الله يسامحهم، ابوك وجدك كانوا السبب في اللعنه اللي حلت على البلد دي. اوعى يا ابني تكون قلت لحد ان انت سعدون. قلت له لا انا ما قلتش لحد غير لطايل. قال لي طايل؟ وده قابلته فين وشفته ازاي؟ انا قابلته وشفته وكلمته ورحت معاه الكهف كمان. قال لي طايل ده ميت من زمان، بس اقول لك على حاجه مش غريبه اللي انت بتقولها دي، لان طايل تابع من اتباع الشيطان، روح الشيطان. طايل يا ابني كان من اتباع الشيطان، هو والدجال وابن معتز، وابوك وجدك هم السبب في تسخير روح الشيطان. قلت له ما انا عارف، بس ابويا وجدي حرروا روح الشيطان بالغلط، هم كانوا عايزين الاثار بس. قال لي مين يا ابني اللي حكى لك الكلام ده؟ مامتك صح؟ قلت له ايوه. قال انا هحكي لك الحكايه من اولها، بس حاول تصدق وتستوعب. ابوك وجدك كانوا فعلا عايزين الاثار، بس عرفوا ان في الكهف روح شيطان، وقرروا يحرروها لما قروا الكتاب وعرفوا ان روح الشيطان دي تقدر تحرر اي اثار من اي رصد، وساعتها قرروا ان هم يساعدوا روح الشيطان، وفعلا حرروه وبداوا يجيبوا له كمان قرابين من البشر، لان طارش ده كان بيكره البشر وكان منفي جوه الكهف بسبب اذيته للبشر، لان العهد اللي كان بيننا وبينهم ان هم ما يتعرضوش للبشر طول ما احنا مش محتاجينهم. وهم يا ابني كانوا بيوافقوا يعملوا اي حاجه تطلب منهم، لغايه ما في يوم روح الشيطان طلبك تبقى تابع ليه، وساعتها كان جدك مات وابوك رفض يسلمك، وعشان كده ابوك كمان. بس امه خافت تقول لك الحكايه عشان ما تكرهش ابوك زياده. اوعى تلومها يا ابني او تعتب عليها، ونصيحه مني امشي من البلد، لو حد عرف انك سعدون المحمدي هيقتلوك. قلت له ماشي يا شيخ، بس انا عايز افهم حاجه، انا ليه طارش يختارني انا بالذات؟ ايه اللي فيا مميز؟ قلت له يا ابني انت اتولدت في اخر يوم في السنه القمريه، وده خلاك تشوف حاجات مش اي حد يشوفها. قلت له طب وايه دخل ده بالبنت اللي انا بعالجها؟ قلت له يا ابني انا معرفش، فحكيت له اللي حصل. قال لي واضح ان الموضوع مش صدفه، لان معتز ده ابن الدجال، واكيد ده كله كان متدبر عشان يجيبوك الكهف ويمارسوا عليك الطقوس المطلوبه عشان تبقى تابع لروح الشيطان. قلت له لا مستحيل يا شيخ، انا ما حصليش حاجه. قال لي طب انا هثبت لك، حاول تقرا اي ايه من القران. وفعلا بدأت أقول بسم الله الرحمن الرحيم، حسيت لساني اتشل وما بقتش عارف أكمل. ومن ساعتها وبدأ الشيخ يقرأ بدالي، بدأت أصرخ وأضرب في الشيخ عشان يسكت. الشيخ كان عمال يقرأ قرآن، وأنا سامع صوت صريخ الناس من بره، وأنا عمال أرجع حاجات سودة وكلها عفن. وساعتها الشيخ حط إيده على راسي وبدأ يرقيني. فجأة سمعنا صوت الناس عمالين يقولوا البلد بتولع، البيوت بتولع. الشيخ سندني فتح باب البيت، وكنا بنتفرج على اللي بيحصل بره، لقينا فعلا بيوت البلد كلها بتولع. لما بصينا على الكهف
لقيناه اتردم وكأن عاصفة من التراب قفلت الباب بتاعه، ده غير الصريخ الرهيب اللي كان جاي من جوه. قعدت في البلد لغاية ما خفيت وبقيت كويس. رجعت بيت أبويا وقعدت فيه أنا وأمي، وكنت فاكر إن أنا كده خلصت من روح الشيطان ومن أتباعه، أو كنت فاكر إني خلصت منه. لكن فجأة صحيت من النوم لقيت المكتب اللي جنبي عليه الكتاب الملعون، كتاب روح الشيطان. معرفش جه هنا ازاي، وكانت غلطة عمري إني فتحت الكتاب ولقيت مكتوب فيه إن طارش جن خبيث من فصيلة النار وبيحب ينتقم من البشر وما بينتهيش أبدا ودايما بيرجع. خرجت أجري على بيت الشيخ عشان أحكي له اللي حصل. خبطت مرة واتنين لكن ما ردش. كسرت الباب ودخلت اتفاجئت بجثة الشيخ مرمية على الأرض وما فيهاش عينيه. من المنظر خفت وجريت، جريت على بيتي، وقبل ما أدخل البيت نار معرفش جت منين مسكت في البيت كله، والبيت ولع وسامع صريخ امي من جوه ومش عارف اعمل حاجه. حاولت ادخل كمان عشان انتحر، حتى دي فشلت فيها وما قدرتش اعملها. بعد كام يوم هديت ورجعت القاهره، بس المره دي رجعت وانا من اتباع جن طارش، وبدات اعالج بالسحر والشعوذه وتحضير الجن على امل ان في يوم من الايام انتقم ليا والامي من الجن طارش. وبعد أيام رجعت القاهرة تاني من رحلة الخسائر اللي أنا شفتها، لكن المرة دي أنا رجعت وأنا من أتباع طارش، وبدأت أعالج بالسحر والشعوذة وتحضير الجن. أنا بعترف إني اتغلبت على أمل إن في يوم أقدر أنتقم من روح طارش، روح الشيطان. ودي كانت نهاية حكاية سعدون المحمدي مع روح الشيطان طارش.